السلام عليكم. كيقول عمر والتي الصحافة مبويا فارينو كيقول الإعلامي عزيز بن عبد السلام عاود زي الصحافة مبويا فارينو من بعد ما تغث ذن المدير يتسمى الصحافة مبويا فارابو 20 خوم نوذف قجن موقع إعلامي الجديد 24 سبويا فال 24 وثقيم نخسن وجه جن النداء المشاهدين الكرام كان غداني تضيف الحلقة عزيز بن عبد السلام الصحافة مبويا فارينو من يخسريني المشاهدين الكرام عندي كيش فيديو كإعلان باش تسلم إلا بويا فال 24 واجه شصالح للاستعمال. تفضل سي عزيز. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما كما الطقم بويفر لان بس الطقم بويفر 24 سابقا رخو الطقم الجديد الطقم بويفر اينو وتشكر السيد عمر الوردي طوط رئيس التحرير من موقع بويفر 24 رخو عندي ثاني ولدتين كلمات نسيو شويه الطاقم بويا فار 24 الطاقم بويا فار 24 نقدي نير اجن التعريف اجن الصلاحيه انه شي خاص تحمل المسؤوليه خا الموقعاوه لان الموقعاوه تغير كل شيء غير اجن الجاذبيه اللي ساكنه بويا فار بما يخص الزوار يشاهد الموقع نير نير الجاليه اكينه رخو قال لي افتتاح جريدة الإلكترونيكية بويا فار إينو جريدة الإلكترونيكية بث مباشر أقش موقع بويا فار إينو في حلة جديدة استجابة لتطلعات زواره الكرام أقش التي دان كذا عاجل الإعلامي عبد العزيز بن عبد السلام يوقف إدارة موقع بويا فار 24 باش الزوار دخل غيتا سن وسقان بوق الموقع و الموقع 24 أقش بويا فار إينو إدارة كذا الإعلامي نشين من داغي نجي يتوان نشان دي المواقع الموقع بويا فار 24 اقر خو نشان دي شن مسرا ان نشان دي حاجه نشوف خاص تحمل المسؤوليه 15 سنه ديال تقدي النير ما يصب السب ودي الشتم لانه مثلا خو الاعتذار هو غيزي السوار لابد خاص سيري الاسباب مش تمسا قال اعتذاريه مش تمسا قمانيه مش تمسا سابقا دو الطقم بويا فار 24 خط الطقم بويا فار 24 وايتي اتريمير هذيك كان الطقم بويا فار اينو اولا الكلمه غير كوش غير خو الطقم بويا فار اينو الموقع غادي كان خو الموقع النوني ما الاسباب الموقع النير اذا ما يوقع طوكي غيجن ايجن التقني توا يخدم كي غادي الموقع وين جاتي هو انت زي الفريق التقني تجن خو الصلاحيات الموقع تيكوان خص تدريجات منين تيكوان تسمى في تسمى ما توقعش العاطل التقني يعني غير توقعش المشكل غير هذا الموقع هذا انت اذا موقع الدرن وملي توقع شي المفهمه ما يخص الجريده الالكترونيكيه كان الى اخره يوقع ينتحل الصفه باش يختار قانون السكني والنمره وتكرارا نعاود هذا خدمه بعد السيك اللي تكون تكري ستيقا انت تغادي تخدم السيتوا بويا فار 24 او انت السيك فخرغ بي مش مثال انه توارك كيشن توارك كيشن خصومه توارك كيشن من ديك من النير او نكا يكا او نكا تما يفان غابريل خو الموقع النيونير ينحاز لانه قيمه السيد النيونير نشوى اللي عجيب ورحاب زي اللي تدا قاسمي توك كيس كاع السيد النيونير رخو حاليا استقل الاستقاله تامه استقام بويا فار 24 رخو حاليا الاعضاء تما دايرين تدريجيا هذه كلشي تما مليح الطاقم بويا فار اينو هذه اللي الطاقم عزيز بن عبد السلام دائما مشتغل في بويا فار 24 القيم في الموقع وهو فار قوى وهو اسم قوى الطاقم بويا فار اينو غادي هذه سيدي السي عمر مرتيا هذه سيدي عاود عزيز بن عبد السلام المراسلين اللي كنغي خدمه وخصوصا التقنيين جنود الخفاء اللي كنغي تساهم في الطاقم هو اللي كنغي تشجع وتشخش التحيه تنقرض وتشخد اعتذار تشخد التحيه تشخد اعتذار لان من امزوع لان تشخد اعتذار مره
قصدي السلطات المحليه وما يخص السلطات المحليه او العناصر تما مرة المسؤولين ديال الخمانيه وتشاهد من الطاقم ابويا في 24 تروح تمشي للجهه الجاذبيه ما يخص الاورش الميناء ما يخص خزانه المزرعين خو تما على حسب المشاكل اللي هو نسيبو ديال الاتفاق الطاقم اللي تركي ديال التقني اللي تركي ديال لي سيت ما وقعش الاختلاف جارانا تاع الاستقاله انسحب خص النيام تيشرج الاعتذار مرة تما غير السكن الجاليه غير تولي تغور بالتشهد من الموقع عاون ديال تنواد الجاليه المغرب ما يخص لي برا تمني تبارطاجي مرة الطاقم بويا فارينو بكثافه مرة خص تقم الزيارات للموقع بويا فارينو من مي غير بدا ديال البث غير بدا ديال البث نهارا وتمني قعاد تما ديال ساعه التدريجيه تعاد ديال مثلا يتصل بنا ديال سيري كذا المصريين الخو باش كنخدم التواصل الموقع عاوني تنوا اكثر يمن خاص غتثث من الخو التاثم تفصع على صفحه الفيسبوك يزمن غتثث من الخو خو وني تما يعزوني حتى يدخل الموقع اخو عاجلا ما عليه الا زياره صفحه الفيسبوك هي بويا فارينو يعني بويا فارينو اللغه العربيه يعني بويا فارينو اللغه العربيه هذه تخصيت هذه شاهد الاخبار الاذنيه نمشي نقرا دائما نقرا الجديد نمشي نوا تما والنهزيم كذا الى اخره نمشي الطقم من بويا فار 24 طول قاع نغطيو بصفه تشتغل ديسك مدير مسؤول الموقع النير الى تسمى تقني تركي ديال الدجال وهاد نوسي بودي شان المفاهمه ما بقيتش بلا موج بلا مو وحرقت تسمى نصبان ونصفر شان الحلول يزي غنعذب مثلا الطقم من النير ساعات حتى تغانرش المشاكل ديال الطقم من ما يخص الصوار والعدد اللي بغيت نشتكى الجالية غير انا تشتكى زمنية ولان البارطاج الصوات فوق التنزيل فوق الحائط ماني هو المناقش خاص ما يخص دي مشاهدة الفيديو ما في كيخ فيديو اللي يخدم تفرضي الشاشة اللي اعجبني ثني الشاشة اللي وني ضايق حربي من الزوار تضير ونحاول نكس من المساحة ثني غنكس كذا وقع العقل غادي نوقع المشاكل نتاسف نقدم الاستقالة فوق السنير رخو الموقع هذا الحصري وثابت ومباشر يتري مباشر يتم الاخبار تري في قلب الحدث هذه تري مباشر قناة بويا فارينو نتمنى غتبارطاجي من الموقع بويا فارينو بكثافة وسجل كثافة يا طاس وتمني وتوجهش التصريح للسلطات المحلية يعني ضروري خصو الجرش يجي تبرد للسلطات المحلية ما يخص قيادة عزان أو قيادة بني شكار أو عملة إقليم النظور وخصوصا السلطات المحلية مهم كافة أنني لا أتحمل أي مسؤولية بعد 22 ذي 12 ذو 2016 وتجي 30 ذي وتجي 30 ذي 12 مش بالمية يستقلخ الموقع هو من 100 واحد مسؤول نهار 22 ذي 12 ذو 2016 استقلت زي الموقع قدمت الاستقاله من هذا الموقع ديال الطاقم بويا فار 24 واخا غادي تشوفوا اللي غادي تشوفوا فيه انا ما كنتحمل اي مسؤوليه ما يخص ما كنتحمل مسؤوليه لا انا ولا السيد الرئيس التحرير السيد عمر الوهتين ما كنتحمل المسؤوليه على حتى حاجه وهذا الفيديو راه غادي يدوز مباشر وحتى غدا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو مباشر غادي تشوفوا كاملين الزوار التقنيين وكنخلي الكلمه للسيد عمر الوردي وما يخص هاد البطاقات راه هما ما غاديش يبقاو غادي نديروا بطاقات جديده تسمى ببويا فارينو هي اللي غادي تكون حصريه ومباشره ان شاء الله وكنعتذروا بزاف على سوء الغلط ديالنا ما يخص بزاف ديال الناس كيشتكوا كيقولوا علاش خرجتوا من الطاقم بويا فار 24 للاسباب مجهوله كما وضحت لكم وقعت لنا شي خصه وشي مشاكل وشي كذا وما استحملناش نبقاو في هذاك الطاقم استدرجنا نفتحوا طاقم اخر لان باش نصوبوا يعني المسائل باش تكون الصور جاذبيه باش يكون الفيديو مصرح بزاف بسرعه لان داك الطاقم الاخر كان مضيق الحال ما يخص الفيديوهات ما يخص الصور لان على شركه تليفون باش تواكب الفيديو ولا تواكب شي حاجه كلشي مضيق كلشي داير واخا دابا اكثريه بارطاجيو بويا فارينو وكنخلي الكلمه للسيد رئيس التحرير وما يخص راه غدا غادي ندير لكم واحد التصريح في الفيديو مباشر ان شاء الله وغادي نوضح لكم الاسباب ديال المستجدات ديال بويا فارينو كنخلي الكلمه للسيد شفت السي عزيز خذ افاده يتقدم للمشاهدين الكرام اللي اعتذار
يتقدم الاستقالة زي الصحيفة بويا فهر 24 انتقلت الصحافة بويا فهرينو اتيلي تمزقت نقية شنو باسم الشال الا الحشد سبحانت وغان غبول حياد غاشين يجن تشكر السيد الرئيس التحرير عمر الورتي ما يخص الرجل اللي عايش بالكلمه اللي مثلا حيت غوات النقشه سابقا خاربين مسجلات الموقع النية ديال ظهر الصور غير تسمى غير مشكل هذه الصور خارج القانون وخاص تحمل المسؤوليه شنو غادي تسبق كتقول كيفاش تشكي السلطات المحليه ما يخص خيني غير يقول لك اختراق الموقع النية غير يقول كذا اني نتبع قضائيا انا بغيت تسمى غير نتبع قضائيا اني نتحمل الصفه الموقع النية قال لي الصور اللي قال لي كذا كان غادي تدريجيا وتمني القانون يجي المولات واسني تقشي وزنين ما يخص الصور اللي يتساهدني ان نجمع الصور ظهرتي سابقا عاود ظهرتي سابقا ونقص الموقع تاع الاختراق الاسباب الناس تقنيا توكين عدا الطاقم والتي هو ونوقع في الجدل نوقع في كذا وسموه سنو في بول الحلول تسرع نش قدموا الاستقاله سنين انه جوز نقص باش تدي الطاقم النيونيه للطاقم كل مره راكي توقع اسم السجدات خارج القانون حاول ما امكن ادنى الغبويه فارينو باش نكشي يجن الصفه غير المسؤولين يجن الصفه تسمي الساكنه الجاليه نشين مواقع عينه الموقع هي الموقع الصحفي بويا فار ما يخص بويا فارينو المواقع المانيا نمشي نوجبو نسد اي ما غنكسبني غنكشفني غنبقى عندي حد غنظلمي وداني غنشحقني وداك نمشي وين غنجمع حد وين نجمع حد نمشي للموقع هذا انت نازو غنعاون يوزي الفقراء اني وراء الجيش نداء وني مو يبلعو غري وني المهم اي مشكل اي عاقل راس ما يخص مستجدات تما المستجدات الميناء اللي بعد يدير مشاكل المويه دير من بعد يوضع قال شي سيدي عازم من الموقع قدام ديال السد قدام ديال الشت مش واجر لا السب ولا الشت شنو علاش مش الاعضاء ايضا ضد الطاقم سابقا وندير السب ولا الشت وانت شو مش تصريح الطاقم بيا فارينو هذه اللي يتوكل من جديد مسبقين لان ما يخص المواقع من كذا توكل من خارق توكل من كذا توكل من كذا شو الطاقم خويا 24 بعد الاستقاله من السنه توكل من خارق قبلنا الواكب اللي خارقنا الواكب نسبه في مصريين لان من هو تعادل بان واحد يجن بوط السي وتبرك المسؤولين ابويا فاري تعيش حاليا يجن المشكله حقيقيا وغاسبونا ولكن شنو تحاول من امكن الصداقه من والد مولد ان كلشي يجي الاعتبار باش يولي انا السماره ولكن تقدر العرقله تقدر المشاكل باش اول وقت كيبغى المسؤولين باش نقيم كذب بالله على بالله على الخلق ما خصن ولكن شنو تحاول شي وقت تسمتي الشبو يفسن الله وفي المال يخصن مجهودة من الله سبحانه وتعالى مجهودة من اصدقائي كان غير جان ديني كان غير تساهم ديني غير تعاون تشكا غتص المحسن اللي غير تعاون ديني غير تشيد المساعدة بارك الله فيهم جزاهم الله خيرا دمار الزوار اللي غير تشاهد ديني غير تشجع بدات تسمى تشنا غير دي المساعدة باش نحقق يجي المستوى ديال الميدان ديال الميدان واش موازيس نضبطك وازيس نطفق واخا غيوقع من غيوقع واخا غنلقى الميدان نلقى كاع نمشي للميدان وايتاتي نوا اخرس نقيم نمنع دايس نحقق المشاريع السكنه بويا فار باش بويا فار غاسيري غيج المستقبل زاهر السيد عمر الورتي السيد عبد العزيز بن عبد السلام نحقق جوج المرتبه وما يخص التقنيين اللي كنغير في الاعضاء اللي كنغير باش الموقع يغسل وتجيب كلمه السيد الرئيس وتشكي خشطه السي عزيز ونيتو غايدا عند المدير سابقا الصحافه وهي فان 24 خو يوسف جيش الميدان الصحافه نغنيت الجديد بويا فال اينو نشكرك النيواتاس يجن تحيه